المهنة هي مثل ما معروفة، نحن مهنة قديمة كتير ومهنة متوارثة من الأجداد للآباء للأبناء بشكل عام يعني طبعا. ونحن المهنة هي قديمة كتير بنشتغل فيها من زمان. طبعا على حسب الوضع الأزمة أثر علينا بشكل كبير، مثل أنه ما عاد في سياحة بالبلد بشكل عام، الشيء اللي صار في القذائف كانت تنزل برا قريبة من الشغل، يعني بشكل عام أثرت علينا بشكل كبير كتير. بس مع كل شيء الحمد لله ضلينا نجي لهون ونشتغل ونتابع شغلنا. قبل الأزمة كان عنا اقتصاد قوي، كنا نصدر كتير، يعني كان عندي لا يقل عن الأسبوعيا شحنة إشحنة برات سوريا. هلأ بالأزمة اللي صارت صار عندي كساد بضاعة، تصدير ما في، منعاني من استيراد المواد الخام هي طبق النحاس، ومنعاني اللي أكثر منها أنه ما في بيع أنه تقدر تصدره لبرا. هلما الحظر الاقتصادي اللي صار علينا ما عاد فيك لا تصدر ولا تجيب، وشوية هون المتاعب تكون الكهرباء أو اليد العاملة تأثرت كتير هالمهن هاي مثل باقي المهن. يعني بعد الأزمة نحن عانينا من قلة اليد العاملة، المتدربين اللي بدنا ندربهم ما عدنا لقينا شباب انه تشتغل بهالمهنة، ما عاد في، عم ينصرف الشاب على اعمال الكمبيوتر الالكترون الكذا، هي في جهد عضلي فيها فن فيها كذا، عم تكون صعبة شوي على مفهوم الجيل الحالي. نحن بنحب انه نرجع هالمهنة لأبنائنا، نعلمهم إياها وتكون للمستقبل دعم لهالحرف التراثية اللي نحن بجمعيتنا عم نرعاها هلأ وعم نقوم بدعمها.